السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير ومرحبا بكم في لاشين ديالكم. اول حاجه كنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم وعلى لي ميساج الزوين اللي كتخليو ليا. ان غون ميرسي لا فامي، نتوما راكم احسن عائله في اليوتيوب. واليوم لا فامي قررنا باش ندير لكم ان فلوغ على احسن طريقه للهجره الى كندا، اللي بالنسبه لي انا كتعد هي عقود عمل. احسن طريقه اللي غادي تسمح لك باش تقدر تيميغري لكندا هي البحث على دي كونطرا دو ترافاي. وباش نبحث على دي كونطرا ترافاي كاين بزاف ديال الطرق، وهادو هما اللي غادي نهضروا عليهم، وغادي ناخذوا وقتنا باش نشرح لكم طريقه بطريقه، وهكا غادي تكثروا من الحظوظ ديالكم وغتكون عندكم فرص كبيره انكم تهاجروا لكندا. ها نتوما كتشوفوا دابا انا كنتواجد، جيت دابا ناخذ معايا، جيت ناخذ قهوه. والطريقه الاولى اللي غادي نبارطاجي معكم هي هاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا دابا. انا راه كنتواجد دابا في تيم اورتون، تقلب على دي كونطرا دو ترافاي بحال هاد البلايص هادو. يعني بغيتي تجي مثلا تقدر تقلب على عقود عمل فين في تيم اورتون، في سابواي، في اي دبليو. ودابا راه غادي ندخل باش ناخذ قهوه، وانتم غتدخلوا معايا غادي ناخذوا قهوه اونصومبل، وكوم سا غتكون عندكم واحد الفكره على لي زوفر دومبلو. هانتوما كتلقاو هادو راه باينين نو زومبوشون، يعني باغيين دي بيرسون باش يجيو يخدموا عندهم. وفي ما كنمشي كنبغي نقلب في هاد البلايص كنلقى نو زومبوشون، يعني باغيين بنادم خاصهم اليد العامله. هادشي علاش راه الكره بقات عندك. و تيم اورتون سا غوسون بلاصا راه هو هذا، عندهم هنايا دي غوبلي، عندهم هنايا هاد اللعيبات ديالهم، زائد هنايا كما كتشوفوا. بونجور، سافيا سافيا، ميرسي. جو ان كافي بيتي جوست نوار باردون سي تو. جو با سي اي ان غران ميرسي مون هوم. هي 1.87 شحال تقامت عليه القهوه. والخدمه راه هي هادي، كيبيعوا هاد الاتاويش، كتكون خدام هنايا في الكونطوار. يعني كتسربي، كدير القهوات، كدير لي سموتي، كتشد هاد الكونطوار. ها نتوما كتشوفوا راه كيخدموا الانواع والاشكال، يعني كتكون فوالي با فوالي، يعني كيخدموا كاع الناس. اي ميرسي بوكو مدام، بون سواري ا فو سي، مي جوست دو سوكر. كيف ما كتشوفوا لا فامي، حنا دابا راه خدينا القهوه ديالنا وكنتواجدوا في البارك ديال السونتر فيل. انتما كتشوفوا، وفيما يخص الموضوع ديالنا اللي هو لي كونطرا دو ترافاي، كيتواجدوا وموجودين لي كونطرا دو ترافاي وبزاف بزاف. لي ترافايور تمبورير اللي كيجيو لكندا كيجيو بواحد العدد كبير ومحتاجين ليد العامله حاليا، مع العلم على انه كاينه ازمه في السكن، كاينين دي بيتي بروبليم، ولكن هذا ما كيعنيش على ان الحكومه قررت انها تقلص من العدد ديال المهاجرين. لا، هما دابا حاليا بداو بليزيتيديون، بداو بالطلبه، نقصوا من العدد ديالهم. هذا ما كيعنيش على انهم غينقصوا من العدد ديال لي ترافايور تمبورير، بالعكس. هادشي علاش لا فامي بغيتكم تبقاو ديما موتيفي. وكيف ما قلت لكم، من احسن الطرق ديال الهجره الى كندا هي البحث عن عقود عمل. وباش نبحثوا على عقود عمل، القضيه راه ما صعيباش، القضيه راه ساهله. وكاين شي وحدين غيقولوا لي يونس حنا راه كندفعوا مرارا وتكرارا وما جابش الله التيسير، صافي ديزاني وحنا كندفعوا. حنا ما نشوفوش هاد الناس هادو، علاش؟ حيت هاد الناس 100% مليون في المية عندهم مشكل في السي في، عندهم مشكل في لا ليتر دانفيتاسيون، في لا ليتر دو موتيفاسيون. حيت باش نقدر نبوستولي ونحصل على عقود عمل خص يكون عندي سي في مغيز. دونك السؤال المطروح هو يونس، كيفاش نقدروا نبحثوا على عقود عمل وشنو هما الطرق باش نقدر نسوفي راسي وندبر على كونطرا دو ترافاي؟ باش نقطروا على كونطرا دو ترافاي راه ماشي، خليونا خوتي من الهضره ديال اللغه ديال الخشاب ديال هاجر قبل فوات الاوان. عقود عمل بدون خبره، بدون تجربه، بدون لغه، هادشي كامل راه ما كاينش، راه 100% كذوب. وبنادم كيتبع هادشي، كيتبع التفاهه. اما الصح والمعقول هو انه لي بروجي ديميغراسيون كيبغيو الصبر، كيبغيو الانسان تكون عنده لا موتيفاسيون، كيبغي تكون عندك يكون عندك لي زوتي. ولي زوتي باش نقدر نجح في لو بروجي ديميغراسيون ديالي هو شنو هو؟ هي تكون عندي اللغه مزيانه، تكون عندي ديبلوم مزيان،
ويكون عندي ليكسبيريونس. هادو هما ثلاثه ديال الشروط اللي اي امبلويور باغيهم يكونوا فيك. وانت اللي كتفرج فيه ولا انت اللي كتفرج فيا خاص تعرف ان هاد الشروط راها فيك، عندك تو سكيفو، ولكن كتبقى تيزيتي كتسنى كتقول انا غنمشي عند كونسلتون غادي نقدر نحصل على عقد عمل هو غادي يعاونني. وي راه هذه هي الطريقه الثانيه اللي غنهضر لكم عليها. الطريقه الاولى هو انك تقدر تلقى عقود عمل بالمجان انت بوحدك، وفي صندوق الوصف غادي نخلي لك الرابط ديال الشركات اللي غادي يخليو لك الرابط ديال لي سيت ويب اللي غادي تلقى فيهم دي زوفر دومبلوا، سواء كانت عندك ليكسبيريونس او لا ما كانش عندك ليكسبيريونس. دونك هذه سالينا فيها، يعني المرحله الاولى هي انك تقلب على اوفر دومبلوا نتا راسك وتشوف كيفاش تقدر تسوفي لا سيتوياسيون، وغنخلي لك في صندوق الوصف كاع لي سيت ويب اللي تقدر تحتاجهم. الطريقه الثانيه باش تقدر تحصل على عقد عمل هي انك تدوز مع ان كونسلتون اولا اجونس دو ريكروتمون، وهذه راه كياخذوا منك واحد شويه الفلوس. وكاينين الناس اللي جاوا هضروا مع دي كونسلتون، هضروا مع دي اجونس دي ميغراسيون، سواء كان هذاك الكونسلتون عربي اولا اجنبي. الناس كيسولوني يونس واش نمشي عند كونسلتون اجنبي واش نمشي عند كونسلتون عربي، انا غادي نقول لك الاختلاف فين كاين. الاختلاف ما بين كونسلتون عربي وما بين كونسلتون اجنبي هو فاش في التريتمون ديال لو دوسي زائد المصاريف. ملي كتمشي عند كونسلتون اترونجي على قبل لا دوموند ديال ريزيدونس بيرمانونت، هذيك اللي يقدر يدير لك حتى المغربي او الجزائري. مشيت عند كونسلتون بغيتي دير لا دوموند ديال ريزيدونس بيرمانونت فاريما ولا فلونتر اكسبريس، هذه راه اي كونسلتون ديرها. اما فيما يخص لا دوموند ديال بيرمي دو ترافاي، كاينين دي كونسلتون اللي مغاربه اللي معقولين كيعاونوك باش تلقى عقد عمل، وكاينين دي كونسلتون اللي كتلقاهم فيهم تحرميات وفيهم الغدر، يعني باغي غير تجيبك يحل لك دوسي يدير لك كونسلتاسيون ومن تماك غادي يبيعك احسن طرورو احسن عجل، وسير سنين وسنين وشهور وشهور ويلا حصلت شي عقد عمل. دونك لو شو كيبقى لك خصك غير ايفيتي لي زارناكور، ايفيتي لي هذاك الكونسلتون اللي كيقول لك حنا عندنا شركه ديال ريكروتمون وهو كاين في مونريال اولا هو كاين في فرنسا ولا كاين في لوروب. هذوك راه سي دي زارناكور. بحال مؤخرا واحد الصديق قال لي يونس راه هذا الكونسلتون راه صيفط ليا وهذا وهذا وهذا، فاش دخلت قسما بالله حاولت نعيط ليه شي تليفون ما كيجاوبش، وهذاك الكونسلتون فاش بحثت وغوغليت لقيت انه عنده الشركه ولكن فين دايره، دايره غير سيت ويب وكي اغناكي في بنادم وكيصيفطوا ليه فلوس لفرنسا. دونك نردوا بالنا من هاد الناس اللي كيغدروا بنادم وكيشفروا بنادم وكيديو ليه رزقو، نمشيو عند كونسلتون اللي معتمد، عند كونسلتون اللي معترف به اولا اجونس دو ريكروتمون اللي كتريكروتي بنادم واللي ديجا جابت بنادم من الخارج، جابت بنادم من المغرب من تونس من غوانتيمالتيك من تونيزي من الامريك لاتين. هادشي علاش نشوفوا لي اجونس اللي معتمدين. هذا ما كاين. دونك هادو هما جوج طرق، جوج ديال السبل اللي غادي يخولوا لك باش تهاجر، سواء تجي عن طريق كونترا دو ترافاي وتقلب عليها راسك، يعني انت بوحدك تقلب على لومبلويور في لي سيت اللي غادي نخلي لك في صندوق الوصف، اولا غادي تجي عن طريق اجونس دو ريكروتمون. ودابا غادي ندوز لورديناتور وغادي نوريك لي سيت خفا زربن، انا ما غاديش نوريك كيفاش تقدر، غنوريك كيفاش دير الفلتر كيفاش تلقى لي زوفر دومبلوا اون انترناسيونال، وهكا غادي نسهل عليك الماموريه باش انت غتبقى لك غير ليطاب ديالاش ديال انك غير تصيفط السي في وتصيفط ليتر دو موتيفاسيون. وباش نزيد نسهل عليك القضيه غنخلي لك في صندوق الوصف فيديو كيشرح كيفاش تقدر تصيب سي في كنديان يكون مغيز، وانا غنعطيك اكزومبل ديال سي في حتى داك الفيديو ندير فيه اكزومبل ديال سي في كيفاش تقدر تيليشارجيه، وهكا غادي يكونوا حظوظك كبيره وغادي تقدر تحصل على فرص عمل. وهذا العام هذا بغيت نقول لكم اخوتي على ان الناس اللي جاوا عن طريق عقود عمل راه بزاف. انا كنعرف دابا الناس بزاف ديال المغاربه بزاف ديال التوانسه والجزائريين اللي جابوهم باش يخدموا في ماكدونالد في بي اف كا في سابواي في لي ريستورون في الشركات. هادشي علاش هادو كاملين محتاجين ليد العامله وبواحد النسبه كبيره. وبنادم بلا ما يقول لكم راه كاينه الازمه الانفلاسيون غلاء الاسعار غلاء الكراء، بغيتي تقلب على راسك وتصوفي راسك خرج من مونريال. مونريال القضيه غاليه، كلشي غالي في مونريال. الا بغيتي غير تكري غير 3.5 خصك تكريها بنف 100000 دولار، هذه غير 3.5. اما الا كان عندك الدراري وبغيتي تكري كتخدمي يعني جوج بيوت او صالون، هذه خصك 1000 300 1200 دولار، وهذه راه لا يمكن. فيما يخص لي سيت دو ريكروتمون، يعني المواقع فين نقدر نحصل على عقود عمل، غنبارطاجي معكم ثلاثه ديال المواقع اللي غادي نوريكم دابا
وغادي تشوفوا معايا، غنعطيكم امثله كيفاش تقدروا تحصلوا على عقود عمل بالمجان. الموقع الاول هو غيشي دومبلوا، هذا هو الموقع رقم واحد في البحث على عقود عمل اللي كيستعملوا حتى المستشارين في الهجره وحتى لي زاجونس دي ريكروتمون اون انترناسيونال، يعني لي زاجونس اللي كيقلبوا على فرص عمل او عقود عمل على الصعيد العالمي. هنا غنعطيكم مثال ديال كويزيني، وهنا انتم كتشوفوا حاليا كاين اكثر من 150694 اوفر دومبلوا. فاش كندير كويزيني كندير غوشيرشي، وهنا كيطلع لينا 9169 اوفر دومبلوا. وهنا فاش كتكون فرنسي يعني كتكلم غير اللغه الفرنسيه، كتختار كيبيك وكتختار نوفو برونزويك، حيت هادو هما المقاطعات اللي كيهضروا باللغه الفرنسيه. واذا بغيتي تكثر الحضور ديالك، والصراحه باش نكون واقعي معكم، الناس اللي كيمشيو لونغلوفون كيكون الحضور ديالهم اكبر، وهذا احسن مثال. هانتوما كتشوفوا البرتا باغي اكثر من 2400، كولومبي بريتانيك، اونتاريو، يعني لي بروفانس انغلوفون كتريكروتي وكتجيب ليد العامله اكثر من المقاطعه ديال كيبيك. هذا هو الواقع اللي بزاف ديال اليوتيوبرز ما كيبغيش يقولوه لكم، ما كيبغيوش يقول لكم كاين 150000 عقود عمل، ولكن 150000 عقود عمل راها 80% ديالهم او 70% كتلقاهم انغلوفون، ولو غيست كتلقاه فرانكوفون. انا اختاريت لكم وريتكم كيفاش تختاروا لي زوفر دومبلوا فرانكوفون، ولتحت تقدروا تختاروا بلوس واش طون بلان، غتكون بيان سور طون بلان، وتختاروا اوسي اوفر دومبلوا اون انترناسيونال. هذا هو السيت الاول. دابا غندوز معكم للسيت الثاني. السيت الثاني هو وورك بوليس، وهادو كاملين غنخلي لكم الرابط ديال كل واحد في صندوق الوصف باش تدخل وتقلب على راسك بوحدك. وهنا في هاد السيت ديال وورك بوليس درت كويزيني، وهنا درت غوشيرشي اوفر دومبلوا، طلع عليا ها هو كاين شيف دو بارتي بيرمانون في مون ترومبلون، كاين عاوتاني كاج براسري سبورتيف، كاين عاوتاني كيسي سوشي شوب، شيف كوسوف سوسي، شيف دو بارتي، هادو كاملين دي اوفر دومبلوا، كومي دو كويزين، ايد كويزيني، كويزينيير، فري بونتيني. هادي فغير هنايا في غير قريبة هنايا السيت ديال قريبة غير في كيبيك. هذا هو عطيتكم مثال، غنعطيكم مثال ديال سودور، سودور، وغتشوفوا معايا لي زوفر دومبلو هما فالي جونكسيون، اسامبلور سودور، سودور في مونريال، سودور في بوا بريون، تخوا ريفيير. انا عطيتكم امثله ديال الحرافين اللي مطلوبين وباغينهم بزاف هنايا كيقلبوا عليهم، وبحال الميكانيسيان حتى همايا، فهمتوني؟ هادو هما الامثله ديال لي زوفر دومبلو اللي موجودين. كيطلع لك هنا الديسكريبتيف، وباش كتبوستولي كتجي كدير كونديدا رابيد، وهنا كدير لو نون ديالك، اسم كنيه، نمره الهاتف ديالك، الايميل، المدينه، وكتبوستولي اون انترناسيونال. هذا هو السيت الثاني ديال ريكروتمون. السيت الثالث هو وورك بوليس، هو مونستر. هاد مونستر سيت زوين، كيعطي دي زوفر دومبلوا اون انترناسيونال، ممكن تلقى فيه عقود عمل بالمجان، كيعاونك باش تصايب سي في، كتلقى لي زوفر دومبلوا في كاع المجالات، مثلا كويزيني، وطلعت ليا كاع لي زوفر دومبلوا ديال كويزيني هنايا نوفو. كاينين دي زوفر دومبلوا لي فرانكوفون، وكاينين دي زوفر دومبلوا لي انغلوفون 24 جور. هادي كويزيني، هذا فيما يخص السيت ديال مونستر. 19 جور، 23 جور، كاين لي 24 جور، كاين لي 7 جور، 8 جور، على حساب نتا و لوفر دومبلو لي كطيح فيها. هذا هو السيت الاخر، هو شناهو انديد. كتجي كدير انديد، كيطلع لك هاد لو سيت، كتدخل ليه، وهذا هو كيعطيك فرص عمل مزيانين اون انترناسيونال. كيقول لك سودو اسومبر غوشيرشي، وكيبدا يعطيك لي زوفر دومبلو بالصالير والبلاصه فين كاينين طون بلان ولا طون بارسيال، تا تختار ديما طون بلان،
وانتم الصالير من 20 حتى 25 وبداو تبوستوليو وجدوا لي سي في مزيان لي تخدو موتيفاسيون تكون مزيانه وجدوا روحكم باش دوزو لونترتيان دومبوش. خرجوا عينيكم وكونوا رجال، كونوا شويه جبهه، وهذا الشيء راه ما يخلعوناش بهاد لي بروسيدور بهاد سي في لي تخدو موتيفاسيون. وداك الشيء ليسونسيال خصك تعرف على انت ولا انت اللي كتفرجوا في هذا الفيديو راه عندكم كاع المؤهلات باش تبوستوليو وتحصل على عقود عمل فابور. هذا هو اللي كاين، بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. انت ولا انت مادام كتفرج في الفيديو الا وعندك كاع داكشي اللي خصك، غير الا ما عندكش ديبلوم توجد لي راسك ودير لي ديبلوم تحت منك وتدخل توكل على الله. اسومبلور، سودور، كويزيني، باتيسي، ديبلوم في الباتيسري، في كاع المجالات اللي مطلوبين هنا هذوك هو اللي ندير فيهم ديبلوم. وتشجعوا، الكوراج، الموتيفاسيون. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسهل عليكم باش تحققوا لوبجيكتيف ديالكم وتوفقوا ان شاء الله في مشروع الهجره ديالكم. وما تنساش بيان سور تابونا معنا في لاشين الا كنتي مازال ما ابونيش، تخلي لها كومونتير الا ما فهمتيش شي حاجه، تخلي لي سؤال في كومونتير وغنحاول باش نجاوبك في القريب العاجل. والله يسهل عليكم، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم.